بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، مع الدرس السادس من دروس مادة القرآن الكريم، وهو حفظ سورة المدثر من الآية رقم 41 إلى الآية رقم 47. أولا الأهداف: يتوقع في نهاية هذا الدرس بمشيئة الله تعالى وتوفيقه أن يكون الطالب قادرا على: أولا أن يتعود على تدبر آيات الله والتحلي بآداب تلاوة آيات القرآن الكريم عند القراءة. ثانيا أن يزيد من ثروة الألفاظ الفصيحة من خلال كثرة التلاوة داخل الفصول. ثالثا أن يتعود على التلاوة المجودة بطريقة عملية صحيحة. رابعا أن يعزز قدرته على القراءة من المصحف الكريم وفق الرسم القرآني. ثانيا تلاوة الآيات. هيا بنا طلابي الأعزاء إلى تلاوة الآيات، فأرجو منكم الانتباه والتركيز وتكرار الآيات معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس. نشكركم على حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم قريبا. دمتم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.